بزاف هذا ماشي تحكيم هذا هذا حشومه كاع والو صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المقابله الشوط الاول ما كناش مزيانين ما دخلناش في الماتش عاديه ولكن الشوط الثاني فسيطرنا على المقابله كامله. صباح الله ضيعنا اهداف ولكن الغريب في الامر ما عمري هضرت على شي حاجه ولكن هادشي غريب. انا كناشد المديريه التحكيم باش هاد الحكام بحال هكا هما اللي كيفسدوا اللعبه وهما اللي كيسيئوا للتحكيم المغربي. حيت حكم لا علاقه له باحترامتي على حق له بالتحكيم. حيت حكم ما عطاناش ثلاثه البيلاتيات الفيديوهاتهم كاينين وحنا غنراسلوا حتى حنايا الجامعه غنراسلوا المديريه ديال التحكيم باش نشوفوا هادشي بين حشومه في ظل الاحتراف وفي ظل داكشي اللي وصلت له الجامعه في ظل داكشي اللي رئيس الجامعه سي القجع اللي مشكوم هذا المنبر اللي كيخدم باش يصلح ويطور الكره الوطنيه باش نلقاو هاد المشاكل بحال هكا محشومه. ما عمرنا هضرنا على التحكيم ولكن شي غريب حكم مبتدئ يجي يضيع لنا مقابله. المقابله كانت ساهله داكشي اللي شاف يقولوا ولكن الكره هي هذه. كان نفيليسيتي الدراري ديالي داروا مقابله كبيره سيرتو الشوط الثاني وحظ وفرض مقابله جايه ان شاء الله. كوني غيور على هاد البلاد هادي وعلى هاد النادي الوداد الرياضي الصفريوي. حاليا هاد المره لعبنا واحد الماتش مع واحد الفرقه وضيعنا الحكم الله يخفيه الحق. واش هذا حتى ما طرحش لعب التحكيم هذا زيرو اه والو بجينا دوش بلا وسط والو هو ماتش ما كانش ساهل بحكم ان اقل متجه رجع للوراء. حنا قلبنا على ثلاثه ديال النقاط بحكم باش نزيدوا في السبوره ديال الترتيب. الدراري حاولوا ضيعنا بزاف ديال المحاولات. كانت خدمة بزاف في التيران سيرتو مع رمضان والصيام ماشي ساهل. هي نقطة تعتبر بالنسبة لي أنا نتيجة خايبة في وسط تيراننا ولكن قدر الله ما شاء فعل هذه الكرة. حتى الماتش ما كانش ساهل في الظروف هذا والكره فاش ما تصبغيكش ما عندكش ما دير. حيت الا جيتي تشوف راه ضيعنا واحد 10 ديال المحاولات. بالنسبه للقانون التحكيمي اللي بزاف ديال الناس كيهضروا عليه بعض المرات الحكام في هذه الاقسام هادو ما تتكونش عندهم تجربه بزاف يعني تيكون يلاه بادي. حنا فاهمين هذا الشيء هذا يقدوا بزاف ديال الاخطاء يكونوا اخطاء وارده في كره القدم. كما حنا تنغلطوا الحكام تيغلطوا سيغلطوا فاش كيكونوا يلاه بادين والله يسهل الامور الجامعه. هادشي اللي نقول لكم.